كيلو توني وصل الرياض. طبعا شو اسمه كنا ماشيين سيارة، تخيلوا رحنا سيارة من الساعة 11، من الساعة 11 الليل توني وصل، الحين وصلت البيت وما في أحد من أهلي يدري إني أصلا جيت مسكت خط. ما ودي إني يعني أقول لهم لأن المسافة مرة طويلة يعني 9 ساعات. شوفوا حتى شكلي لا نمت ولا شيء ولا سويت أي شيء، معرق وحالتي حالة حرفيا، لكن اللهم لك الحمد إني وصلت. والله صملنا صملة 9 ساعات. أدري الحين أغلب الناس بيقولون ليه ما رحت طيارة، ليه ما رحت طيارة. اللي معي لازم إنه يوصل يعني للرياض قبل الساعة 8، يعني يوصل الرياض قبل الساعة 7، فما لقينا خطوط وحنا كنا تونا قايمين، فانجبرنا نجي سيارة، استأجرنا سيارة ورحنا. حرفيا التعب الله وكيلك، بروح أشوف ردة فعلها لي، يا رب إنهم قايمين عاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ان امي ما تدري والله. يما ماي مام ماي مام يما سحبت علي. افتح الباب، افتح مشاري يما، راس خايفة خفتي يما. والله العظيم السلام عليكم. هذا والله بالزين، ورش خفتي ورش خفت من الخوف. ليه؟ شلون دخلت؟ نطيت يما. عبد الرحمن مو موجود. طب انت تحسبين حرامي؟ مت من الخوف. اقول مين؟ اقول مشاري، اقول يما ماي مام، يعني ماي مام حرامي بقول ماي مام. ما سمعت والله. انت ليش تسوي كذا؟ شو اخبار؟ اسال بالله، تدرين اني الحين جيت ولا لا؟ قسم بالله العظيم اني تدرين اني مسكت خطي ما يمدي 9 ساعات. ورا طيب ما قلت لي؟ انا ما قلت يا اخي عشان تنامين زين ترتاحين. ما ودي يا الحين زين طقيت الباب. يا اخي والله العظيم قلت ماي مام، عاد انت ما اي شيء تخافين منه الله يهديك. اهو جسلين راحت للمدرسه، فارس خلاص 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 بحضر. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. ايش تكفي طال عمرك؟ طيب كان قلت لي اعطيتني خبر طيب انك جاي. انا على طول اول ما يطق الباب علي بقوه كل المساوئ تصير بوجهي. ما طقيت بقوه عاد، انا مقسم بالله العظيم. والله ما طقيت بقوه، قسم بالله العظيم من قوه الغبنه احس انه حرام يطق علي. في حرام يطق الباب؟ ما ادري بعد وش التفكير ذا. ورا عبد الرحمن مو موجود، وليل وفارس بالمدرسه، والشغاله ما عمره طقيت علي ومع جوال. كش عليك قسم بالله خفت. الله يلعن ابليسك، والله خفت صدق. لا تسوي كذا، تكفي مشاري، ما سوي بهالحركه الا انت. سالفه اليوم مره انقهرت بالفسحه. في معلمة حق الثانية على ما أظن، ثاني أول تخيل إيش مسوين في ساحة داخلية كذا زي الغرفة، مسكرينها عشان يعني تجمعات ونخفف تعبان وتعدينا. المهم زي كذا يعني، في مهرج وشغل أغاني جايب لما بنت مهرج. يا ويلي ذبحتني الغيرة، قلت لها إيش معنى هو؟ لا قاعد يرقص. تخيل ايش صار، جاب يده وكان في نار وقطع يده مدري شلون. بنات قاعدين صرخوا لا، وغير هذا انهم مو لابسين مريول، لابسين زي اللبس الجام كذا. يوه والله يا يعني خرجت خرشة، قسم بالله العظيم اني احس قلبي وقف. عاد هو والله ما طق بقوة، بس انا عشان اذكر ان البيت ما فيه احد يعني كلهم طالعين، من هو ذا اللي يطق؟ عبد الرحمن مو موجود والعيال بالمدرسة وكذا، وانا المشكلة من قوة الخوف طلعت من الباب تحت اشوف احد يمشي بالصالة، وما استوعبت اني شلون يعني انت غبية، احد كيف يعني حرام يدخل البيت ويطق الباب؟
ضبط شعرك؟ شعر صوت الحال عشان عشان زين شعرك. ها؟ اروح ترى والله لا اروح والله ما ارجع. لا لا بسم الله عليك عاد نفقدك. بس عاد يا اخي اسمك اللي بتمسك خط علما طيب اعطنا الخبر. قلنا صحيح من خوفي من ترمين. على اساس انت يوم تقوم الصبح نمت؟ والله اني طقعت طقعاتي انت عاد والله العظيم خفت حرام عليك. والله العظيم طقعتي.